وكنت أسأل نفسي وأسأل غيري، هل ما نراه حقيقة وما تبثه الشاشات يحدث في الواقع على أرض الواقع؟ وبقدر الفرح الذي كان يتدفق في أوردتنا ونحن نتابع اللقاءات والحوارات مع الناس، كل الناس من الجمهور الذي تدفق لحضور مباريات كأس العالم في قطر، وبقدر الدهشة التي كانت تنتابنا ونحن نسمع ما تجود به عفوية الناس قبل عقولهم، كانت أسئلة مرة تجتاحنا ذات اليمين وذات الشمال. هل الصورة التي تبدت أمامنا هناك هي الصورة الحقة للعرب؟ وهل الناس الذين تحدثوا وأسهبوا هم نحن؟ وهل فلسطين التي رفلت بثوب العرس وتدحرج اسمها بنشوة على كل لسان هي حقا عروس عروبتنا؟ يا الله ما أجمل ما رأينا، ويا الله ما أبشع ما تختزنه الذاكرة. يقول الشاعر العراقي الراحل مظفر النواب: هل عرب أنتم؟ هل عرب أنتم؟ والله أنا في شك من بغداد إلى جدة، ولكن من تهالت أصواتهم وكلماتهم على أرض قطر في حب فلسطين وكانوا كثرا، هم عرب 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 حتى انقطاع النفس. كأننا نقف عند حد فاصل بين خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا. فهنا شعب عربي حقيقي يحمل قضيته في قلبه مثل أيقونة من عشق، وهناك خونة باعوا القضية بقليل من الفضة. هنا شباب وصبايا بعمر شقائق النعمان الفلسطيني والياسمين الدمشقي يصدحون بحب فلسطين ويغنون لشعبها الصابر المقاوم، وهناك من يسعون جاهدين لإهدار دم الشعب والورد والياسمين والقضية. هنا الوجوه النيرة تبتهج حبا كلما ذكر اسم العرب واسم فلسطين، وهناك وجوه مغبرة تتنفس خيانة ويتناثر من جبائها سواد الموت. هنا قلوب تشتعل كرامة وعزة وافتخارا، وهناك عقول سوداء متحجرة فقدت كل ما يمت إلى العزة والفخار وباعت كرامتها على قارعة الهزيمة. أيها الأحبة، ترى هل يكون ما رأيناه في قطر بداية ضوء لا بد أن يتواصل إشراقه كي يمحو هذا السواد المطبق على أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج؟ هل تراه يكون الضوء الذي بدأ يظهر في آخر هذا النفق العربي الطويل بعد أن ظننا أن لا نهاية له؟ وفلسطين العروس، فلسطين العروس كانت بحق نجمة المونديال، كانت بحق نجمة المونديال، وهي التي خرجت من البطولة حاملة الكأس المشتهاد، كانت في الوقت نفسه العنصر الجامع والموحد. حول اسمها تحلق الجميع، ونصرا لقضيتها جرى طرد من تواجد من إعلام العدو، وجرى إفهامهم بالعربية الفصحى وبكل اللهجات أن ليس لكم مكان معنا بيننا، ليس لكم مكان لا هنا
ولا في فلسطين. في النهاية أيها الأحبة، أود أن أقول أن ما شاهدناه في كأس العالم في قطر لم يبدل فقط في النظرة النمطية التي ينظر الغرب بها إلينا نحن العرب، قبل ذلك غير من نظرتنا نحن إلى أنفسنا إلى واقعنا. وعليه فإن الصورة المشتهات للمستقبل العربي نتمنى أن تكون مشابهة لما تبعناه في المونديال، وأن تكون واضحة وناصعة لتزيل عنها وعنا تدريجيا كل هذا السواد. والسلام عليكم.